متابعينا متابعي اليوم السابع، لقاء جديد مع أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، طالبة متفوقة حققت المركز الثاني على مستوى محافظة شمال سيناء في الثانوية الأزهرية. هنا اليوم السابع داخل منزل الطالبة المتفوقة ومع أسرتها. نتعرف على الطالبة. عائشة إبراهيم علي، عائشة، ألف مبروك. الله يبارك فيك. كنت متوقعة؟ متوقع المجموع ده ولا أكتر؟ أكتر أكتر من كده ما شاء الله. أكيد إن الثقة في إن أنت تبقي يعني بإذن الله متوقعة هذه النسبة يؤكد إن أنت فعلا يعني اجتهدتي خلال فترة المذاكرة. أيوة اجتهدت، عملت احكي كل لنا عن حاجة. التجربة. هي كانت صعبة بصراحة، لأن المواد كتير والضغط كتير ومفيش وقت ولازم تذاكر، واحنا تقريبا بندرس القسمين العلمي والعلمي علوم عامة عدد رياضة. ساعات المذاكرة كانت كام؟ 10 ساعات 10 ساعات يوميا. بتنظميهم ازاي؟ بحط جدول مذاكرة جدول مذاكرة في الأول. هل ده في ثالثة بس ولا كان من الأول؟ لا في ثالثة بس. بالنسبة لك كانت أصعب مادة واجهتيها في الدراسة ايه هي؟ الفيزياء الفيزياء. سبب صعوبتها ايه؟ هل هو ما فيش يعني تدريس كويس ليها ولا ايه؟ هي مادة صعبة، كله بيشتكي منها. تمام. يعني احنا نكمل جولتنا مع الوالدة، ألف مبروك. الله يبارك فيك. عرفيني بك حاجة. أنا والدة عائشة إبراهيم. تمام. يعني احنا نكمل جولتنا مع الوالدة، ألف مبروك. الله يبارك فيك. عرفيني بك حاجة. أنا والدة عائشة إبراهيم، وهي الله وكل عملت اللي عليها وزيادة من ناحية المذاكرة، وما كانتش بتقصر خالص. دورك انت كأم في نجاح وتفوق عائشة؟ والله الحمد لله، اللي كان بيقدرنا عليه ربنا بقينا نعمله معاها، وربنا يوفقها. ان شاء الله. الوالد شيخ احد ائمه المساجد بشمال سيناء، تعرف حضرتك؟ ابراهيم بدير ان شاء الله امام مسجد بمديريه اوقاف شمال سيناء. شيخ ابراهيم، النسبه دي كنت متوقعينها؟ لا، بفضل الله عائشه من حفظه القران وكانت متوفقه متفوقه على طوال دراستها، وبفضل الله كنا متوقعين لها اكثر من كده. لكن من حفظة القرآن، احكي لي على تجربتها في حفظ القرآن. هي من فضل الله سبحانه وتعالى حفظت القرآن قبل أن تتم العاشرة، وربنا وفقنا إن هي أخواتها جميعا يحفظوا القرآن، فهي اجتهدت وربنا سبحانه وتعالى يعني لم يضيع جهدها إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لكم أنتم كأسرة متفوقة، يعني كانت سر هذا التفوق إيه؟ لو احنا ذكرناه للطلبة أبنائنا اللي هم قادمين في السنوات القادمة إن شاء الله. القرآن الكريم بفضل نعم. الله سبحانه وتعالى سر نجاحهم حفظ القرآن الكريم والمداومة على الصلاة واجتهادهم في الدراسة وعملهم بمبدأ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ما شاء الله. شقيق وقع على طوال دراستها، وبفضل الله كنا متوقعين لها أكثر من كده. لكن من حفظة القرآن، احكي لي على تجربتها في حفظ القرآن. هي من فضل الله سبحانه وتعالى حفظت القرآن قبل أن تتم العاشرة، وربنا وفقنا إن هي أخواتها جميعا يحفظوا القرآن، فهي اجتهدت وربنا سبحانه وتعالى يعني لم يضيع جهدها إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لكم أنتم كأسرة متفوقة، يعني كانت سر هذا التفوق إيه؟ لو احنا ذكرناه للطلبة أبنائنا اللي هم قادمين في السنوات القادمة إن شاء الله. القرآن الكريم بفضل نعم. الله سبحانه وتعالى سر نجاحهم حفظ القرآن الكريم والمداومة على الصلاة واجتهادهم في الدراسة وعملهم بمبدأ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ما شاء الله. شقيق الطالبة، تعرف حظك؟ علي إبراهيم علي. علي، أنت بتدرس فين؟ طالب في كلية الطب جامعة الأزهر. ما شاء الله. كان ليك تجربة مع التفوق؟ بفضل الله يعني، بفضل ربنا بس. احكي لنا عنها. والله الحمد لله، يعني في ثالثة ثانوي ربنا كرمنا، الواحد اجتهد شوية ومر بشوية عصرات، ولكن فضل ربنا واسع والدنيا عدت على خير وربنا كرمنا، دخلت طب الأزهر. ما شاء الله. نرجع لبنتنا المتفوقة عائشة. رسالتك لزمايلك الطلبة اللي هم السنة اللي جاية إن شاء الله في ثالثة، تقولي لهم ايه؟ لهم اجتهدوا واعملوا اللي عليكم وحافظوا على القرآن الكريم وعلى الصلاة، وإن شاء الله ربنا يكرمكم. يعني القرآن الكريم والصلاة هي سر من أسرار التفوق إن شاء الله. بالنسبة لك احكي لي على معاناتك في الدراسة، يعني هل كانت في معاناة؟ قبل إيه؟ إن شاء الله دكتورة طب، يعني ناوي على طب إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله.
سبب ان انت عايزه تدخل الطبيه، هل لك قدوه معينه في الاطباء، حد معين كده اثر فيك؟ اكيد الدكتور مجدي يعقوب. مجدي يعقوب، يعني نقدر نقول ان انت بتتمني السير على خطى مجدي يعقوب. اكيد طبيبه قلوب باذن الله. الوالده انت شايفه عائشه في مستقبلها يعني ازاي، وانت الام هل هي المستقبل ان شاء الله يعني قادره على اجتياز المستقبل ان وتحقيق شاء الرغبه الله. ان شاء الله هي كان من صغرها هو اللي كان يقول لها انت عايزه تبقى ايه، تقول له انا عايزه دكتوره في مستشفى الدعاية تحديد المستشفى كمان. فدي كانت امنيتها وهي من صغرها يعني. ان شاء الله وقع الخبر عليك ان انت حققت الاول على يعني من الاوائل على مستوى المحافظه، ايه؟ اكيد مبسوطه الحمد لله مبسوطه. احنا سمعنا ان انت كانت امنيتك تبقى من العشر الاوائل على مستوى الجمهوريه. كان بس ما اتحققتش. ده ثقه ان انت يعني قليله ومجتهده. مين من المعلمين عندك او المعلمات ليه تاثير عليك ان شاء الله في الدراسه؟ استاذي مدرس الرياضه استاذ ايمن. كان استاذ محترم جدا وانا بدرس معاه بقالي 3 سنين. تمام. هو طول عمره بيعمل لك اب. تمام. يعني دور المعلم ان هو يبقى اب للطلبه ده دور مهم جدا. ايوه طبعا. تمام. الشيخ ابراهيم انت حكيت لي على ان هو من اسرار التفوق حفظ القران والمواظبه على الصلاه، لو رساله توجهها لاولياء الامور. وكان دائما يقول لي ان شاء الله ان عائشه متفوقه وان شاء الله ربنا يجعل لها نصيب في المراكز الاولى على مستوى الجمهوريه. هل في معاناه عندكم انتم داخل الاسره يعني في معاناه معينه ومع ذلك تغلبتوا عليها وحققتوا النجاح سواء كان لعائشه او علي من قبل؟ من فضل الله سبحانه وتعالى المعاناه اللي بيعانيها اهل سيناء جميعا من عدم توفر الجو اللي هو المطمئنين، الطلبه بيكونوا امنين مطمئنين، حريه الحركه، هو ده فقط والحمد لله. نعم لكن داخل المنزل الامور تمام بالنسبه؟ لا ربنا ميسر الامور كلها والامور كلها بتيسير لها ممتازه. تمام ان شاء الله. بالنسبه لك لما سمعت بالخبر ان بنتك من الاوائل كان وقعه يعني؟ والله الحمد لله يعني عائشه ما خيبتش ظني وانا كنت اتوقع لها ان شاء الله اكثر من ذلك، لان هي اجتهدت وكان الكل بيتوقع لها بفضل الله مستقبل باهر ان شاء الله. الوالدة بالنسبة لك يعني فرحتك بنجاح بنتك ده ازاي تلقيتيه وتترجم ليه؟ والله انا فرحت لها خالص بس زعلت لما لقيتها كانت متوقعة مجموعة اكتر من كده. فطبعا الحمد لله على ما جايب ربنا. تمام. اخيرا رسالة لكل اللي شايفيننا تقولي لهم ايه كطالبة متفوقة من شمال سيناء؟ اقول لهم اجتهدوا واعملوا اللي عليكم وان شاء الله ربنا يوفقكم، دايما ندعو ربنا انه يوفق بالتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا.